أنا فرحان، قلت اليوم الملعبية بتاعي كنا يظل مسهرين، أنا مسهر زاد اللي بعد عام بعد 32 سنة في الأوتريش، عام راني في تونس نلعبو نيفو انترناسيونال. مش كل ترينيري نجم تجيه الفرصة هذه. شفنا اليوم المستير إن بون إكيب، قلت توا الملعبية في الحلقة يلزمنا نكونوا كما جماعية الكبار، ما نغدروا ديما الأداء خاطر فما إكيب أدفرسير قدامنا. ربحنا 2-0، باش نسير إن شاء الله من هنا لنهار 6 جانفي باش يرجعوا الملعبية المصابين وباش تولي المستير كيف كيف. عندها إكيب اللي كما شفناها اليوم خاصة بريمير ميتون عملوا ماتش كبير ياسر الأولاد، برافورا. هو يلزمنا نعرفوا أن المستير اليوم ملعبية ماهيش مستانسة، نجم نعطيك زياد العلوي عملنا اللي يلعب في ديفيزيون 3 اليوم يلعب في الكاف، قلت اليوم انا راك محظوظ ياسر برشا برشا. اما الحمد لله شفنا الملعبيه ايزون سيستيم خاصه ايزون بيان ابليكي، فرحان بهم ياسر. وديما نقول يلزمنا شويه كي ندخلوا نلعبوا في الكاف ونلعبوا حد وربع وحد، يلزمنا نحترموا الملعبيه على خاطرهم تعبين ياسر، ما يشوفوش عائلاتهم محصورين عندهم تو جمعتين والحمد لله. تكتيكيا بكل صراحه ما تقدم شوط ثاني ممتاز جدا، تعدينا على الاطراف، تعدينا في العمق، نوعنا في الاداء الهجومي تاعنا، قمنا بالتغييرات التكتيكيه اللازمه. اصعب شيء في الكوره كونك تخلق فرص، احنا نجحنا فيه، لكن المهم في كره القدم هي الواقعيه، هو التجسيم، هذا اللي غاب علينا اليوم. لاعبين فقدين الحساسيه نتاع المباريات ونتاع معناتها المرمى، التجسيم ان شاء الله من ال 15 يوم القادمه نكونوا على الاقل معناتها اكثر جاهزيه، والمباراه هذه نستغلوها كافضل ما يكون. في البطوله بدينا جاونا دي ماتش كبار، جاتنا الاسبيرونس وسي اس اس اللي ماتشات ما كانوا سهلين، مالجري هذا لعبنا بالكدا معناها جروب ناقص وكل شيء، كل ما ضربنا واحد اما قاعدين نلعبوا على غالب الريزلتا، تشوف مش حتى كان يخسروا بسكور ديما 2-1 واحد بلاش فهمت، وتروح بنجردين عملنا انا 0-0 اللي كان ماتش كبير. توا كما قلت لك عندنا الكاف، نحن الاوبجيكتيف نتاعنا هو الكاف، لازمنا متفاهمين باش ندخلوا دوري المجموعات وان شاء الله نمشيو لبعيد فيه الكاف، عندنا لي مويان لهذا. الحمد لله اليوم الاولاد عملوا رياكسيون نتاع البطوله، كنا حاضرين الناس الكل وكل واحد زاد من عنده حاجه، والحمد لله اليوم فرحنا جمهور المستير، النتيجه باهيه 2-0 مش خايبه قدام فريق كما الاهلي طرابلس، ماهوش فريق سهل، تجي تربح 2-0 كما يقول الكوتش معناها لهنا لازمك تربح، تعرف تربح وتروح. المهم ما قبلناش بونتو، عندنا توا نرجعوا ماتش يطولنا لحد نلعبوا شامبيونان، نرجعوا لازمنا نجيبوا 3 بوان ان شاء الله، ومن بعد ماتش روتور ان شاء الله ربي يسهل نخموا فيه وقت اللي يجي ان شاء الله.